انت مو اذا تصوف تصوف كله ادب وخضوع يحولونه الى ترفع. هو تصوف هذا 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 النقيض تماما للتصوف. هذا الترفع، هذه الدعوة، هذا الحصر للخير، هذا النقيض التام للتصوف، هذا ضد التصوف تماما. فيتصوف يقول لك خلاص انا اللي عرفت هذاك شيخنا بس في العالم ولا عاد حد. ايوه قطب الزمان وقطب الوجود والاولين ولا ايوه خلاص. لو كان صحيح هذا شيخ قطب الزمان علمك احتقار المسلمين، علمك سوء الظن بالمؤمنين، علمك حصر الخير في مكان، لو كان كذا هذا ما هو قطب، هذا لا وحيد ساقط، هذا ما هو قطب. فاذا ما علمك هذا منين تجيبه؟ نحن ما نعرف اقطاب يعلمون الناس سوء الظن، ما نعرف هذا. والله ما وجد، ما وجد قطب يعلم احد سوء الظن ابدا، من ايام النبي الى اليوم ما حصل. ما يمكن قطب يعلم الناس سوء الظن، ممكن قطب يعلم الناس احتقار الاخرين بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ما يتاتى هذا الكلام. ولكن هذا هو الغلو، يشتبه الامر عليهم فيما يحتاجه السالكون من سعة المشهد في مدرسيهم مشايخهم معلميهم نعم، حتى يرون أنهم من أفضل خلق الله، أمر ما فيه إشكال. لكن تطرح هذا ليكون بساط العامة وليكون معتقد الناس، لا 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 لا، ما حد قال كذا. أنت بتسلك وسع مشهدك في شيخك إلى أن تشبع بالحدود من دون ما تتجاوز العد، ولكن لا تفرض هذا على أحد ولا تطالب به أحد ولا تطلب منه. وافرح من الثاني أن يشهد في شيخه مثل ما تشهد في شيخ، كما تشهد في شيخه كذا، افرح من الثاني أن يشهد في شيخه مثل ما أنت تشهد في شيخه، لأن أبواب يقربون الله ويسرون إلى الله. أما لا خلاص ما عاد في العالم الا هدى وشيخك، ومدري من ربط الخير وحطه عنده وقفل خزائن الله. ما هكذا. هذا العابد من بني اسرائيل استثقل مشي الخليع جنبه بس قليل في الطريق، قال ليش تمشي معي انت خليع بني اسرائيل؟ فأوحى الله إلى نبيك زمان قل لهم يستأنفوا العمل، قد أحبطت عمل العابد كله وقد غفرت للخليع ما كان من العمل كله، فهم الآن سوا، أقول لهم من جديد يبدؤون. هذا بيحصر الخير في نفسه، وذا اسمه لا العابد الثاني ينادي صاحبه ارجع من غيك ارجع من معصيتك ما يرضى، تحوش منه جاء وهو ساجد حط رجله على رقبته قال بعد رجلك والله لا يغفر الله لك. روح الله الى نبيهم قال قل من هذا المتألي علي؟ ليه بيقيد خزائن مغفرتي؟ ليش انا وكلته؟ انا اديته الامر في هذا من شان وفقته لبعض صور عبادتي عبد بها اليوم بيتحكم في خزائني؟ من هذا المتألي علي؟ قل له بل انت، قل له انت اللي ما بيغفر لك مش هذا. اما الملك هو الله والمملكة مملكة الله والأمر أمر الله، وإن كانك صالح أو خير ولي تأدب واخضع لجلال الله، إن كنت صادق هو الذي ينتقم لعباده صادقين من حيث لا يخطر على بال، ولكن هم ما يتشطحون ولا يتبجحون ولا يترفعون على عباد الله ولا يعصون الله تبارك وتعالى بما آتاهم من فضل ومن خير ومن نور ومن هدى ومن بركة.